ازيكم عاملين ايه النهارده؟ معايا فيديو طبعا للناس اللي هي عندها فطريات والتهابات باستمرار، طبعا التهابات مهبليه، اسمه سيتيال. عايزه اقول لكم بجد ان ده من اقوى المطهرات في الصيدليات، وبجد سعره والله مش غالي. انا كنت كمان بعمله استخدام اخر غير التشطيف، ان انا بتشطف بيه. عايزه اقول لكم ان انا كنت بستحمى بيه لانه كويس جدا للفطريات كمان اللي في البشره. ممنوع ممنوع، وبحذر ان هو ممنوع يجي في العين خالص، ممنوع نهائي. يعني ممكن تستخدميه في بشرتك وانت قافله عينك، المهم ان هو يكون بعيد عن العين. ممكن تستخدميه يعني تستحمي بيه في جسمك عادي، يعني ممكن تستحمي جسمك وبشرتك، بجد بينظف جدا جدا جدا، لانه اصلا بيعالج مادة الفطريات والحبوب وكل حاجة في الجسم مش كويسة. بجد المحلول ده سحر، سوري، التشطيف ده سحر بجد والله يا جماعة. عايزة اقول لكم دلوقتي هنستخدمه ازاي. طبعا بجد ريحته بصوا جميلة جدا كمان. بعدين بناخد غطا غطا من التشطيف ده، وبعدين بنحطه في البانيو، او اللي ما عندهمش ممكن طبق بلاستيك على حسب ما بتتشطفي في المكان اللي انت بتبقي مثلا بتتشطفي فيه بتقعدي فيه. بجد مش عايزه اقول لكم، بجد بيريح جدا جدا جدا، وبيمنع الفطريات ان هي تتكون في المهبل، وبجد كويس جدا للناس كمان اللي هي قايمه من الولادات. تقدر تستخدم سيتيال ده، بجد تحفه. التشطيف ده رائع جدا، انا بستخدمه دايما. ده يعتبر من اقوى التشطيفات اللي انا استخدمتها بجد، وجابت معايا نتيجة وريحتني كمان، هو التشطيف ده. فحبيت ان انا اطلع واقول لكم بجد عليه، عشان في ناس كتير جدا بتحتار، عشان في ناس كتير جدا بتهتم بالتشطيف، بتركز في الريحة بتاعته. احنا مش بنركز في الريحة بتاعته اكتر ما بنركز في التركيز بتاعه ان هو يجيب معانا نتيجة. ده طبعا نتيجة، مش عايزة اقول لكم بجد من اول استخدام هيريح الفطريات عندك والالتهابات، والناس اللي هي بتعاني من الفطريات شديدة وبتعاني من حالة فطريات كمان في جسمها غير المهبل وفي جسمها مثلا، ده هيريحك جدا 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 كمان مع الاستخدام. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.